رمضان شهر مشهد بالملايين. الفنية عدسة نقدر نقول عليها عدسة ليها طبيعة خاصة وعدسة غريبة الحقيقة، عدسة من عدسات العين العجيبة شوية. ممكن فجأة في لحظة القرنية تقل منك، تقل معك. التعبير ده تعبير بلدي شوية، تعبير بتاع أولاد البلد يعني. وأنا راجل عشت في سيدة زينب كتير جدا فسمعت الكلمة دي. تقل منك يعني إيه؟ يعني القرنية ليها شكل معين، سطح معين، والأنسجة بتاعتها ليها ترابط معين. فجأة النسيج يضعف. فجأة إمتى؟ ده في مقتبل العمر ممكن جدا ده يحصل، يعني في 18 19 سنة. فالترابطية بتاعت القرنية لما تضعف تبدأ القرنية تفقد المستوى المتوازن، المستوى السطحي المتوازن بتاعها، ويبدأ يحصل إنها تنبعج ويحصل فيها تعرجات، ويحصل القرنية المخروطية. القرنية المخروطية مرض خطورته أو إزعاجه في رأيي إنه بيجي لشاب لسه ناوي يبدأ حياته، مش زي المياه البيضاء. يعني المياه البيضاء بيجي الإنسان في أواخر العمر في ستينات الراجل، وبعدين بالتدريج والراجل خلاص عاش حياته وقعد معاش، حاجة مزعجة ولازم يتعالج والعين حلوة جدا لكل السنين ولازم يحتاج. لكن بتاع القرنية المخروطية بتحس إن القصة أكثر مأساوية جدا. أولا لأن أنا بلاقي حالات كتيرة حس إن المرض كأنه فجائي فعلا، يعني في أيام، في شهور بسيطة، في أسابيع بسيطة المسألة تطورت. فعايز أفهم الكلام ده بالتفصيل النهاردة. في حاجات كتيرة عايز أفهمها وإنتوا كمان تفهموها. القرنية عدسة أنا في رأيي إنها ممكن جدا تعمل حركة غريبة جدا ومفاجأة جدا، وخصوصا إنها كمان عدسة ظاهر يعني بتتعرض لمشاكل كتيرة، دعك العين، الراش اللي في الحياة كتير قوي، تراب، احنا شعب التراب، الناس اللي بتسوق بوتسيكلات من غير بروتكشن، الحاجات دي كلها ممكن تدور القرنية.